قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه القناه. Jumpa lagi di channel Mukmin Ainu Barok. Baik, di kesempatan ini saya akan mencoba mereview lagu lama saya, khusus Makom Hawan, lagu jadul. Mudah-mudahan para pendengar semuanya masih suka, masih bisa didengarkan ya. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك ألا تجوع فيها ولا ترى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ya Adamu hal adulluka ala
شجرة الخلد والملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Lagi-lagi. Satu, dua, tiga. No.